بس الشباب مش عارف، الشباب مش مدرك الحكاية دي، مش عارف. واحنا ما نقدرش نكون سوريا، احنا لو متنا هنموت في اماكننا، مش محدش فينا، فيش هجرات، هتطلع نروح فين؟ مين البلد اللي هتستوعب الخليج والبتاع قافل على اللي فيه، وبالعكس بيتخلص من الناس اللي فيه، هنروح فين؟ خلينا نرجع بقى للشعر مره تانية. وحضرتك السنه دي فزت قريب بجائزه محمود درويش، مبروك طبعا، الف الله مبروك. يبارك فيك. لكن اسمك مره تانية انت ومحمود درويش مع بعض بعد صداقه عمر. نعم. وبعد ما كان الناس بتقول ان الشاعر الوحيد، الشاعرين الشعراء ما فيش شعراء يقدروا يملوا مدرجات مثلا لو اتعمل نعم. موسيقى شعريه نعم. في الاستاد الا محمود درويش وعبد الرحمن الابنزي. نعم. جائزه محمود درويش كانت بتمثل لك ايه؟ هي جائزه محمود درويش قبل الشعر، احنا طبعا شاعرين كويسين، مش عايزه كلام. تمام. ولو ان هو انا بقرا انه عمل معجزه، فانه انتقل من البساطه بتاع احن الى قهوه امي وخبز امي وقهوه امي وبتاع، الى هذه القصائد المركبه اللي حط الحداثه تحت درسه. صحيح. الحداثه كانت مغربه الشعر المصري والعربي عننا، ما تعرفيش تقري قصيده. خد بالك، محمود درويش بنبله، انسانيته وقضيته الكبيره ذات الفم المفتوح كده والجرح المفتوح، ظل يعني يطور في قصيدته، واخذ الحداثه وعبر بيها وحولها لحداثه عربيه عظيمه جدا يعني. ده من ناحيه. وانت حين تقراي محمود درويش كل مره تقري حاجته ترجعي تقريها وتقريها وتقريها وتعرف انك ما قراتهاش، ان هو شاعر مش هين محمود درويش. وفعلا هو افضل شاعر عربي في زماننا الحديث، زعلانين اخواننا الشعراء، بس الحقيقه هو كده. بغض النظر خدت جائزته ما خدتش جائزته، ده محمود درويش. ومحمود درويش احنا بينا صداقه من اواخر الستينات. انت عارفه هو كان طلع من اسرائيل، من السجون الاسرائيليه، وراح يشارك في مهرجان في مهرجان الادباء والبتاع، كان في موسكو. فهناك لقى عبد الملك خليل، كان صديقنا، وقال له مراسل الاهرام، قال له انت تعرف واحد اسمه عبد الرحمن الابن؟ قال له اعرف عبد الرحمن ده اخي وصاحبي. قال له هو له بيت؟ ده له بيت؟ قال له له بيت وبنروح هناك وبتاع. قال له طب انا عاوز لما انزل مصر، هو كان قرر ينزل البلاد العربيه وبعدين قرر ينزل مصر، لان مصر كانت العالم العربي في الوقت ده. قال له طب انا عايز لما انزل ما انزلش على الحكومه، تنزل عنده، انزل بيت الابنات. ومن يومها بقى بيت عبد الرحمن، عبد الملك محمود درويش. لا لا، لم يمكنوه، نزل لقى الدولة منتظراه، خدت ودته اوتيل شيبارد. راح اول تليفون ضربه عليا معاه، الو قلت ايوه مين؟ قال انا درويش. قلت له درويش مين؟ قال لي محمود درويش. قلت له محمود درويش مين؟ ما كنتش قريت له؟ لا، كنا قرينا شعره كله، هو سميح القاسم وتوفيق زياد وكل الناس. كان جاء النقاش الله يرحمه، بشر بيه، يعني اكتشف وقدمه مش. قال لي الله، انت ما سمعتش محمود درويش؟ قلت والله ما فيش غير محمود درويش واحد اللي اعرفه، انت مين؟ قال لي انا اللي انت تعرف. قلت له اهلا، انت عندنا هنا؟ قال لي انت فين؟ قال لي انا في فندق شبرت، وتعالى عاوز انت اول واحد اشوفه من اروح. وخلاص تاني يوم قال عاوز اشوف القاهرة من عينيك. كان معانا اختنا صفيناز كاظم، يعني مندوبة عن جريدة المصور بقى، وخدتنا نزلنا ايه القاهرة القديمة، وشاف سيدك الحسين والغورية والبتاع، وقضينا يوم جميل قوي. ومنذها نحن يعني صديقان حميمان، مش يعني بيته ده صحيح بيتي، كان بيته بجد. ولما يكون حد عاوزين يعزموه ولا حاجة بتاع، يقول لهم أنا عازمكم عند الأبنودي. جميل. فيعني وأنا رحت تونس أخيرا قبل معي على طول، قبل وهو كان تقريبا كانت آخر رحلة برضه لمحمود. دي الرحلة اللي أنا رجعت منها عيد دي. كنت فلقيت هم أصحابي، أصحابي جدا الشباب التوانسة والمثقفين يعني، فلقيتهم بيحترموني أكتر من لازم كده. وحتى اللي مات لسان زالف فيهم، لا قاعد عامل ايه الحكايه.
فعرفت انه بيقول محمود الدرويش بصفتك اكبر شاعر في الامه العربيه، قال لهم لا ما تقولوش كده، عبد الرحمن العبنودي على قيد الحياه. الله. يعني انت امتدحت فكره ان هو قدر يخرج من خبز امه وقهوه امه، الهم الهم الانساني في القصايد الاخيره جداريه واللي بعدها، وانا متاكد انه لو عاش عامين لكان خد نوبل. انت الزمن جميل. انت عبد الرحمن الابنودي ما حسيتش في مره ان اللهجه ممكن تمنعك من انك تروح للافاق دي اللي راح لها؟ انا مش مهم، انا عارف اني مادي دوري على خير وجه، واخد بالك، ما احبش اتنطط ها والعب لعبه الفصحى فافقد الحبل الحميم اللي بيني وبين الجمهور. وعملتها مره في ديوان اسمه صمت الجرس لما كنت في انجلترا وكده وتونس، وعملت ديوان اسمه صمت الجرس في هذه الحداثه اللي انا فيما بعد يعني رجعت لنفسي وقلت انا ده مش انا، ده عوالم غريبه، واخد بالك، زي سان جون بيرسو، زي ييتسو، زي الناس دي.